يعني بصي، يعني فكرة ان انا وقفت قدام شريهان دي لوحدها، فما دخلت التاريخ محدش يكلمني بعد كده، وبعد كده اي حد يقول لي حاجة اقول لهم يا جماعة انا مثلت مع شريهان واستاذ عادل امام، فمحدش بقى يتكلم معايا خالص يعني. لا بصراحة أنا اتبسطت جدا في الشغل مع شريهان، خطيرة. اتبسطت في الشغل مع، بصي العناصر كلها بجد كانت رهيبة، العمل كله كان رهيب، طالع بجودة عالمية رهيبة. شريهان بتركز في كل تفصيلة في كل حاجة، مش بس حاجاتها هي لوحدها، كل اللي حواليها، كل حاجة. فمهتمية بشكلنا، بطريقتنا، بأدائنا، عايزانا نبقى أحسن حاجة، مش مجرد إن إحنا نعمل أدوار وخلاص، لا العكس، عايزانا نبقى في أحسن صورة، في أحسن شكل، دورنا يبقى باين، طريقتنا تبقى حلوة ومناسبة، حتى في الاستعراض، يعني هي كانت مهتمة بكل تفصيلة، فده أحلى حاجة بصراحة في الشغل مع شريهان يعني. لا حضرتك كده، أنا دخلت التاريخ وقعدت جوه، ف محدش اتكلم معايا خالص بقى. شريهان كتبت لي كلام خطير خطير، فانا يعني بصي انا يعني مش عايزه اطلع شكلي، انا برضو ليا برستيجي وسني وكده، بس يعني كنت بتنطط من الفرحه بصراحه.